أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابهم من مصيبة وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما محيص. فما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
صدق الله.